تابعت آخر تطورات في قطاع غزة. انضم إلينا مراسلنا هناك إبراهيم لبد. بعد التحية إبراهيم، لو تطلعنا على آخر التطورات حتى اللحظة في عموم القطاع. نعم زميلي، يعني الأوضاع هي على حالها منذ استهداف مجموعة أو بيت لعائلة مقاط في الشيخ رضوان. تم استهداف هذا البيت ووصل عشرات الشهداء إلى مستشفى المعمداني، وأيضا وصل عدد كبير من المصابين جراء هذا الاستهداف في عائلة مقاط في منطقة الشيخ رضوان. هذا هو الحدث الأبرز منذ صباح هذا اليوم في مدينة غزة. وأيضا الحديث أكثر عن أوضاع مدينة غزة، هي الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة غزة منذ صباح هذا اليوم، قذائف مدفعية منطقة حي الزيتون ومناطق شرق حي الشجاعية ومناطق أيضا يعني مناطق حي الصبرة. كان هناك قذائف مدفعية على مدار الساعة في مدينة غزة. وشمال القطاع هو الصورة على حالها حتى هذه اللحظة بعد انسحاب الاحتلال من مستشفى كمال عدوان. هناك تكشف كثير من الدمار وكثير من حرق المنازل، وأيضا استشهاد نجل الدكتور حسام أبو صفية، وتم دفن هذا نجله في منطقة في سوق المشروع، مشروع بيت لاهية. وأيضا خطورة الوضع حتى هذه اللحظة متواصلة في شمال القطاع مع عدم وجود الدفاع المدني ومقومات الحياة لدى السكان الذين يتواجدون في شمال قطاع غزة منذ أكثر من 22 يوما محاصرون. لا توجد المياه، لا توجد الطعام في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على شمال غزة. نعم مراسلنا إبراهيم لبد، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.